الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد، وهل تختلف الأحكام عليهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الفرق بينهما إنما هو في بعض أحكام الدنيا فقط، وأما في أحكام الآخرة فلا فرق بينهما. فالكافر الأصلي والكافر المرتد كلاهما لا يغسلان ولا يكفنان ولا يقدمان للمسلمين للصلاة عليهما، ولا يدفنان في مقابر المسلمين، ولا يورث مالهما، بل يكون فيئا لبيت مال المسلمين، ولا يستغفر لهما أو يدعى لهما بالرحمة. فإذا تتفق أحكام الكافر المرتد مع الكافر الأصلي باعتبار الآخرة، وكلاهما خالدان مخلدان في النار أبدا، لا يخرجان منها مطلقا. وأما بالنسبة لأحكامهما في الدنيا فلا جرم أن الكافر الأصلي يقر على كفره وتجب دعوته، فإذا لم يسلم فإنه لا يجب قتله بسبب رفضه لدين الإسلام، قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. وأما المرتد فإن العلماء مجمعون فيما أعلم على عدم إقراره على كفره بعد أن ذاق لذة الإسلام وأمن قلبه بالدين وعرف حقيقة الشريعة، فإنه إذا ارتد وكفر وجحد هذه النعمة فلا حق له في الوجود، فيستتيبه ولي الأمر 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. فالفرق بينهما أن الكافر الأصلي يقر على كفره وتجوز معاهدته ومهادنته، وأما الكافر المرتد فإنه لا يقر على كفره، لأن كفر المرتد عن الإسلام أغلظ عند أهل العلم من كفر الكافر الأصلي، من كفر الكافر الأصلي، والله أعلم.